ويا أهلا وسهلا بالجميع وشهركم مبارك. فيديو سريع رح نتكلم عن السيارة المجانية اللي عرضتها لنا روكستار، وهذه السيارة تحت اسم OB8F درافتر. وللحصول على هذه السيارة لازم يكون عندك حساب في السوشيال كلوب تبع روكستار. بما أنه أنت عندك شخصية لاعب لازم يكون عندك حساب في روكستار، وأول ما تدخل على حسابك بإمكانك تعمل لها كليم أو مطالبة، وبعدها من تاريخ 18 ولغاية 3 إبريل بإمكانك شراءها مجاناً، وذلك عن طريق الدخول بجوالك على موقع موتور سبورت. هذا شرح سريع، وإليكم الآن الخطوات خطوة خطوة. الخطوة الأولى اختار جيمز واختار لعبة جراند أونلاين. بعد ما تفتح الصفحة كل اللي عليك أنك تنزل للأسفل. هذه الصفحة طبعا تعتبر النيوز واير، يعني جميع الأخبار الحالية تبع جراند أونلاين، وهنا راح يظهر اسم لاعبك. بمجرد أنك تنزل راح تلاقي السيارة المجانية والعرض اللي عليها، والكلام واضح جدا يا شباب، عندكم فرصة ولغاية 18 مارس، والفيديو راح ينزل بإذن الله تعالى بتاريخ 12، يعني باقي لكم 6 أيام فرصة تعملوا كليم أو مطالبة لهذه السيارة. والخطوة الثانية اضغط كليم ناو، وبكذا أنت رسميا يحق لك أنك تأخذ هذه السيارة مجانا. وبعدها راح تظهر عندك علامة الصح وراح يجيك إشعار almost there، وتعني أنه أنت أوشكت على الحصول على هذه السيارة. وهم عندهم شروط جدا سهلة، راح تحصل على السيارة هذه من تاريخ 21 مارس ولغاية 3 إبريل، وبعد هذا التاريخ راح تقول لك روكستار معليش راح عليك العرض. طيب كيف أنا أمتلك هذه السيارة؟ بكل سهولة، أدخل على حسابك في الأونلاين، افتح جوالك، روح على علامة الكرة الأرضية اللي هي صفحة الإنترنت، واختر صفحة الليجندري موتور سبورت، واختر خانة التو دور، أي بمعنى السيارة أبو بابين، يعني سيارات الكوب أو الكوبيه. كل اللي عليك أنك تنزل تحت وراح تلاقي اسمها OB8F درافتر. وهذه هي السيارة أمامكم يا شباب، سعرها 718,000 دولار. بعدها كل اللي عليك أنك تختار اللون وتعمل لها أوردر وراح تكون مجانية. وقبل يا شباب ما تسوي الحركة هذه لازم تتأكدوا أنها مكتوب عليها فري مجانا، وأني ماني مسؤول لو خصم عليك فلوس، لأنه هذه هي شروط روكستار وهذه هي تعليماتهم. وبشكل سريع ومختصر، معك لغاية يوم 18 تعمل لهذه السيارة كليم، ومن تاريخ 21 مارس ولغاية 3 إبريل بإمكانك شراء هذه السيارة مجانا، ومبروك عليك. شهر مبارك علينا جميعا، وأشوفكم بالفيديو القادم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد. في أمان الله.